بيكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزجمين من نماذج تحدي الإعاقة. بهارتها قوية بتتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة، بتواجه بكل شجاعة. إيمانها بقدراتها الخاصة كان دافع ليها إن هي ومجموعة من أصدقائها من ذوي الإرادة يكونوا مجموعة أو فريق أو تيم. نفس الظروف قدر واحد، لكن بتختلف الإعاقة. قوة إرادتهم وعزمتهم يتحدوا كل صعب، ويواجهوا الإعاقة بكل شجاعة وثقة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متعدي الإعاقة. رفضت الإستسلام للياس، قررت تعيش حياتها بالطريقة المناسبة ليها. أيقونة من أيقونات السعادة والجمال.